بعد مباراة سيمبا شايف اللي حصل ده ازاي؟ انا معترض بس في البدايه على موضوع الاداء الغير مقبول، لان رؤيتي مختلفه تماما. انا شايف ان احنا مسيطرين على المباراه بشكل كامل، مسيطر عليها اكتر كمان ماتش الاولاني، مسيطر عليها لمده 90 دقيقه. المنافس تقريبا ما ظهرش خالص ناحيه الجون بتاعنا غير مرتين، لكن انا المشكله الوحيده اللي كانت النهارده ان احنا بنضيع جوان كتير، ما جبناش جوان على الفرص اللي احنا بنضيعها. لو كنا جبنا الاجوان دي كان الناس هتتكلم كلام مختلف تماما، ان انا مكتف منافس قوي جدا، ولازم برضو ان احنا نبقى بنتكلم بصراحه. ما ينفعش ان انا كل ماتش لازم اكسب 3-4-0، هو الفكره بس عشان الناس تعرف انا كنت بفكر ازاي. الماتش كان على الحافه في اللحظه اللي هم جابوا فيها جول، عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في رتم الماتش، في ماتش اصلا خلاص الماتش كان سخنان جدا وماتش على الحافه فعلا، انزل لاعب لسه هياخد رتم، اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين ثلاثه عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس، فمش هينفع ان انا في اللحظات اللي كان الفرقه فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في رتم الماتش، اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله. مودست كان عيان جدا، رقد تقريبا 3 ايام في السرير، ما كانش بيتحرك من التعب. بعد كده رجع عمل تدريب واحد بس مع التاهيل، حتى مش مع الفرقه. امبارح كان اول مره ينزل مع الفريق، كان تمرين امبارح اصلا تمرين خفيف، ما كانش تمرين شديد، فهو لغايه دلوقتي ما يعتبرش عمل اي تمرين قوي مع الفرقه من ساعه العوده من الرقده اللي هو كان فيها، انه كان عيان جدا. بالنسبه لامام، من بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه، هو بقاله دلوقتي داخل على حوالي 10 ايام من ساعه ما بيتمرن معانا، ما فيش تمرين، عارف يعني، حاسس ان هو مش مديني 100%. كل تمرين بينزل يزك شويه ويجري خفيف، وما فيش تمرين بيعمله بنفس الشده. فانا قررت ان انا بعد النهارده قلت لا، هنوقف، لازم اكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا نشوف في ايه. انا عندي احساس ان ممكن يكون في حاجه احنا مش شايفينها، نشوفها ونكشف عليه مره تانيه نشوف ماله. لان ولو طلع ما فيش حاجه، لا لازم، هو عارف ان ما عنديش لعيب بيخف التمرين وينزل ماتشات 100%. هتتمرن 100% هتلعب 100%، لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش. فلازم نطمن عليه الاول طبيا، وبعدين نشوف هيتمرن كويس ازاي الفتره الجايه. بالنسبه للماتش الاولاني بس هرجع له تاني، الشوط الاولاني احنا مضيعين كور كتير واحنا متفقين على كده، كهربا وبيرسيتاو، احنا على الاقل كنا المفروض نجيب جونين ثلاثه كمان غير اللي احنا جبناهم في الشوط الاولاني. الماتش اللي هناك لما الشوط الثاني هم بالظبط جابوا جونين من فرصتين اللي هم من ضربتين ثابتين، واحده كورنر من خطا يعني يعتبر بسيط جدا مننا، يعني غريب، خطا فردي في الجون الثاني في كورنر. الجون الاولاني برضه ضربه ثابته، ما بقولش ان دي مش اخطاء، اخطاء وطبعا غلطنا فيها واتكلمنا فيها مع بعض، لكن مش كورتين من لعب مفتوح، يعني هم الفرصتين اللي جالهم على ارضهم مش من لعب مفتوح. بالنسبه للماتش هنا، سؤالي لحضرتك، هم عملوا كام فرصه النهارده؟ نفس المشكله اللي انا فيها بقالي دلوقتي سنه، ان احنا بنخلق فرص كتير جدا وما بنجيبش منها اهداف كتير. ده بيبقى محتاج من لعيبه غير التمرين كويس، محتاج تركيز اكتر، محتاج فوكس اكتر جوه ال 18، شراسه اكتر جوه ال 18. لازم الفرص اللي بتجي لنا دي تتحول لاهداف، لان النتائج بتتغير تماما. لما حضرتك تتقدم 3-4-0 مثلا، خلاص الماتش انتهى، المنافس مش هيروح عليك اصلا، الموضوع بيبقى خلص. لكن احنا للاسف نسبه احراز اهدافنا من فرص قليله جدا من السنه اللي فاتت، وده محتاج تركيز من لعيبه اكتر من كده بكتير جوه ال 18. شوف يعني كولر اول مره اشوفه سنه متوتر. متوتر لانه متضايق، مش مصدق انا اعمل اسيطر الماتشين بالطريقه دي وبقى لي الفرص دي وما اطلعش كسبان واتعادل بأسوأ سيناريو اللي هو 2-2 هناك 1-1 هنا. لو تعكس الامر كنت انا اللي طلعت. ادخل من الباب الضيق قوي زي اللون الاثيوبي قبل كده. فالفكره كلها انه هو بالنسبه له ما احنا مسيطرين وبنلعب وبنوصل للجون. وعلى فكره ناس كتير شافت امام فريق ضعيف، لا، سيمبا مش فريق ضعيف ومازيمبي مش فريق ضعيف. اداء الترجي واداء الاهلي اللي بتبين الفرق دي انها مش قادره تعمل حاجه. فلما سجلوا من كوره مش معمول حسابها، انا بخاف من الماتشات دي بقى. يعني انت لما تقول لي هيجيبوا جوانهم ازاي، هقول لك يا كوره عشوائيه يا شوطه من بره كده، يا كوره ثابته مفيش حاجه تانية. لكن مش نتيجه سيطره ميدانيه ولعب وسلو باس والحاجات دي. فانت بتقول ده فريق ضعيف، انت خليته يبان ان هو ضعيف. لكن لو كنت بقى
ترجمت كما ينبغي كان بان انه انت قوي، انت ما ظهرتش انك قوي. فاقول لك اسوأ مباراه للنادي الاهلي محكومه بالنتيجه، وانا بتفرج متضايق زي كل الناس، اقعد اشتم وازعق والوم ده والوم ده والوم ده. لكن انا متاكد ان سان داونز بتفرج على الماتش ده بمعيار تاني. ماذا لو التوفيق كان صادف الاهلي كنا هنشوف فريق تقيل. اما بيقول لعبنا مباراه جيده، هو بيطمن نفسه وبيطمننا حاله الفرقه مش وحشه. لكن في ذهنيه انا بقى بقول لك وهو شايفها وحاسسها، لانه علق على بعض الايه الكلام اللي سئل عنه. قال لهم مودست كان عيان وعنده برد وما اتمرنش تمرين كامل من يوم ما جه. امام عاشور بيزك، انا هكشف عليه، وما فيش لعيب هيلعب الا زي الداني في التمرين 100%. ده مبدأه. ما هو ده مبدأ، بس الناس ترجمت الكلام ده ان في مشكله بينه وبين امام عاشور. لكن هو ما كانش فيه مشكله، كان بيرصد واقع ثبت ان امام عاشور بيزك عشان مش سليم، عنده التهاب ما زال في الكاحل بيخليه مش قادر يجري بالطريقه اللي الراجل عايزها منه. فبيقول طالما انه مش بيديني في التمرين 100% العبه ازاي؟ هنشوف هو سليم ولا لا. لو كان سليم كان هيتضايق جدا، هنا كان هتبقى المشكله. فعمل له رنين طلع فيه التهاب ورش. طلع ان الراجل براءه. كل الراجل اللي بيتقال ده والداوي على الودن من بره، وانا عارف انا عارف وانت عارف. امام عاشور بيتعرض لايه؟ لانه احمد سليمان تحديدا مش ساكت. لا لا ليه؟ احنا بيتعرض من اي حد. لكن هو الولد عايش بما يرضي الله وبيلقى الدعم والحب من زمايله ومن جماهيرنا. ما تخليش جزء مننا يستدرك في مصيدة النقد واللوم. امام عاشور لعيب مهم وفرحان وهيؤدي معانا دور عظيم جدا باذن الله ان شاء الله. هو بقى سايبه يا رب يلحق ماتش العوده. التغييرات، اما اتكلم على التغييرات سيبوها بقى الحته دي نعلق عليها بعد ماتش صن داونز، ربما يكون فيها تكتيك يا استاذ ابراهيم احنا مش مدركينه. عنده حزبه مشتركه. مش عايز كل اوراق تكشف بقى ولا ايه؟ يعني ما لان عماد متعب حدافة كده قال لك هو كان بيفكر في ماتش صن داونز بس ما افصحش. بيعجبك عماد متعب؟ ما هو عنده خبرات اللعيب المحترم قوي اللي فات في الظروف دي. وفي جيل محترم قوي مع مدرب ابن لذينه قوي قوي. طب تسمع عماد متعب؟ نسمعه. ماشي نشوف عماد متعب.